انضم الينا من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس، اذا يعني خطوه مهمه للسلطه الفلسطينيه، الحكومه الفلسطينيه بدعم عربي هنا للمره الثانيه، اكثر من مره حاولت السلطه، الان يعني حتى الان رغم الضغوط الامريكيه ما زال في تمسك بطرح المشروع للتصويت ربما لاحراج امريكا في هذا الاطار. ما هو التكتيك الفلسطيني هنا؟ ما الذي تريده السلطة الفلسطينية طالما أنه في تهديد بفيتو أمريكي؟ يعني حسب ما قال لنا المصدر الفلسطيني الرسمي وهو مطلع بشكل كبير وعلى اتصال مع الجانب الأمريكي، وصلت الرسالة من الطرف الأمريكي بأنكم إذا ما قدمتم هذا القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن فإن الفيتو الأمريكي بانتظاركم. نحن ندعم فكرة حل الدولتين ولكن ليست بهذه الطريقة، نريد أن يكون هناك مفاوضات. الجانب الفلسطيني يقول أي مفاوضات هذه الذي يمكن أن تقام مع حكومة تشعل حرائق في قطاع غزة والضفة الغربية وفي الإقليم، وبالتالي فإن الأمر غير واقعي. هم أجلوا الخطوة منذ عام 2011 لتجنب الفيتو الأمريكي وحتى يكون هناك أجواء مهيئة للتصويت على قبول فلسطين عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، لكن هذا لم يحدث. استشعروا هناك تغير في المناخ العام العالمي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب، وقدموا هذا المشروع للتصويت عليه يوم غد بدعم من المجموعة العربية التي تقودها الجزائر. الطرف الأمريكي الآن يمارس ضغطا على المجموعة العربية لسحب هذا القرار. التكتيك الفلسطيني إما أن يذهبون نحو إحراج الولايات المتحدة الأمريكية وتعرية موقفها المتناقض بتقديم هذا المشروع للتصويت عليه ويعني صده بالفيتو الأمريكي، أو أنه هناك كما ذكرنا ونقلنا الخبر حتى الآن وتحتها ثلاث خطوط حتى الآن، يعني أنه قد يكون الباب مواربا يوسف لي أي تسويات أو تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعد بالتقديم ضمانات بأن يتم التصويت في المستقبل، أن يكون هناك مثلا دعم مالي للحكومة الفلسطينية مقابل سحب التصويت، يعني هناك الكثير من الصيغ، ولكن حتى الآن الموقف الفلسطيني والعربي هو طرح القرار على مجلس الأمن للتصويت عليه وإن كان الفيتو الأمريكي يتربص به. واضح، شكرا جزيلا، سنتابع هذه التطورات يعني مشروع القرار إذا ما تم فعلا التصويت عليه غدا. شكرا لمراسلنا فراس لطفي كان معنا من رام الله.